بشكل عام بقى، شايف اللي بيحصل في الدوري السعودي ده ممكن في الوقت القريب مش البعيد يأثر على الدوري الإنجليزي بأي شكل من الأشكال؟ ما اعتقدش انه هيأثر على الدوري الانجليزي لسببين. السبب الاول ان الدوري الانجليزي دايما كل الفرق بتطلع لعيبه صغيره، واحنا شفنا اسماء ما كانتش معروفه خالص ودلوقتي رجعت تاني، وخصوصا من انجلترا زي سانشو مثلا لما كان في المانيا ورجع دلوقتي على مانشستر يونايتد. شفنا دلوقتي نجم، ده هيبقى نجم كبير جدا. بيلينغهام برضه هيبقى احسن لاعب في العالم، يعني حاجه وخصوصا ان سنه صغير، فدي مش هتأثر على الدوري. تاني حاجه ان انا شايف ان الدوري السعودي خلاص احنا بنتكلم عن موضوع مبالغ طائله بتتم، مبالغ خرافيه، لكن لو احنا شفنا هتلاقي حوالي من 70 ل 75% من اللعيبه كلهم سنهم كبار، سنهم كبير. صحيح. يعني هم كانوا عارضين لسه على سيرجيو راموس 50 مليون في السنه، وبعدين هو رجع اشبيليه. فيعني انا شايف ان الدوري السعودي مش هنقدر نحكم عليه دلوقتي الا بعد ممكن نهايه الموسم ده والموسم القادم، لان اللعيبه دي سنها هيكبر، وبعدين هتشوف النتائج اللي بتحصل. يعني مثلا في مصاريف كتير جدا دفعت على اهلي جده، خسر المباراه اللي فاتت، وخصوصا ان احنا كمان في الدول العربيه عموما مش في السعوديه بس، ان احنا عندنا النتائج بتاثر علينا تاثير. صح. يعني ممكن في ثانيه مشي المدرب ده، هدى فني ثاني، لما في البريمير ليج مفيش كده. فانا شايف ان في اختلاف كبير جدا ما بين الدوري السعودي والبريمير ليج، وانا مش شايف ان انتداب لعيبه من البريمير ليج اسماء كبيره ممكن تأثر تأثير سلبي على البريمير ليج. ولا الدوري السعودي يقرب حتى من الدوريات الخمسة الكبرى؟ ما هو ده الهدف. يعني الهدف للدوري السعودي ان هو يبقى من الخمس دوريات الكبرى. لكن هنقدر نقول كده لما تشوف ايه اللي هيحصل في الموسم الاولاني والموسم الثاني. لو فعلا فضل الدوري السعودي بنفس القوة دي وفضل ينتدب لعيبة لكن سنها صغير، يبقى ممكن يبقى ينافس في الدوري، يبقى من احسن خمس دوريات كبرى في العالم. لكن هيبان بعد الموسم الاول، ممكن بعد الموسم الثاني. طيب.